السلام عليكم متابعي قناه كوزين ام زد. اليوم ان شاء الله بغيت نجبد معكم واحد الموضوع على مضايقات اللي يقدر يوقع لهم ياخر من طرف الشرطه في اوروبا. وبالنسبه بزاف الدراري سقسوني على كيف داير الترخيطه ديال الريسيدنسيا. انا كنت خديت الترخيطه ديال الريسيدنسيا، هي هذه الترخيطه ديال كيقول الترخيطه ديال الريسيدنسيا استوديانتي، يعني للقرايه. كيف كنت قلت لكم فيديو اخر بان خصك تعدل الفيزا، موراها كيعطيو لك الفيزا 3 شهور ديال القرايه، موراها كتطلع تماك مباشره الا كتوصل كتمشي كتزمم في المدرسه اللي كنتي يعني تقبلتي فيها، كتمشي كتسجل كتخرج وثيقه ديالك بانك مسجل فيها، كتمشي كتدفعها هي وفي النسخه ديال الفيزا صافي كتجبر الفيله معاهم تماك، كتجبر الدنيا عامره. خصك دائما تمشي في الصباح بكري صافي كتمشي كتدفع المجهود الوثائق ثلاثه صافي كيعطيو لك الريسيدنسيا. هاد الريسيدنسيا كتخول لك تمشي لاوروبا كامله، تدور فيها اوروبا كامله ما كاين حتى شي مشكل. هادي هي استوديانت كيما كتشوف. موضوع اليوم بغيت نحكي لكم التجربه ديالي الشخصيه على عدد المرات اللي يعني وقع لي مضايقه من طرف الشرطه في اوروبا. يعني واخا بعض المرات ما كدير والو خصك ضروري، يعني واخا ما دخلتش مشاكل وما كدير لا مشاكل حتى شي حاجه، عندي ما تجي واحد النهار يخطو فيك ولا انك تشوف بانني عندي وجه مغربي، عندو ما يجي شي واحد شي شرطي يبغي يتاكد من المعلومات ديالك ولا بغيت يتاكد من البيانات ديالك. الحقيقه الله ما تقريبا بقيت اكثر من 3 سنين في اوروبا، يعني عمرو وقف عليا شي بوليسي بحقيقه الله. يعني كنت في المدرسه الدار دار المدرسه، يعني ما كانت خلطت شي حاجه ماشي هذيك. وكان واحد المره كنت يلا طلعت من المغرب جالس بوحدي، طلعت مأخر معطل بوحدي جالس في محطه ديال الكيران الخزيرات، جالس بوحدي يعني كان خارج لي الكار يخرج مع العشرة، يعني جمع 9:30 كنت ما كنتسنى. جاو دخلوا البوليس واجبروا ما يديروا، رجعوا عليا كانوا عيد دوريه، نزلوا من الطوموبيل جاو لعندي سولوني الوريقه ديالي صافي ولا حق الوريقه ديالي صافي شكرا مشوا بحالهم. المشكله المضايقه اللي وقعت لي بزاف هي دائما ملي كنكون طالع من المغرب اسبانيا، يعني انها عاده في السبته كيفتشوك ملي كتكون داخل كيتشوفوا لك الوثائق ديالك ممكن تكون داخل من الباطو، اما بغيت تدخل السبته كيفتشوك برا، يعني ممكن تكون في الحدود مع المغرب. نزيد واحد المعلومه مهمه للناس اللي تقدر يكون شي واحد ما عارفهاش، دائما ملي تكونوا ماشيين يعني غتقطعوا من اوروبا، يعني سواء الفيزا ولا بالكواغط ديالك كنت غتقطع من السبته، دائما كاشي باسابورتي ولا تذكره الكاشي يعني سيو دائما عدلو في الباب ديال السبته بين المغرب هذا باش ما تعذبش حتى تما وتقطع الباطو وتعذب غير الدخول يقول لك لا خصك ترجع للباب السبته باش تكاشي، راه ما كيكاشيولكش الدخول تما في المعبر، يعني في الساعه ملي كتكون ماشي يعني في الساعه ملي كتكون ماشي درك في الباطو تما كيعرف كيراقبوا لك الوراق، ولكن الكاشي فين عاد كاشي فين طبع الباسبور طبع دائما في الباب السبته بين المغرب بين المغرب والسبته. هذيك في الديوانه الاولية قول لهم خصك تدخل ملي كتكون ماشي تدخل قول لهم بانني انا نعبر السبته، كاشيو لي الكاشي باني انا نعبر من اسبانيا. بطبيعه الحال تما في الساعه ملي كتكون ماشي تعبر في الباركو تما كيراقبوك، يعني كيبداو يعدلوك شي اسئله ماشي كيشوف لك الوثائق فقط، يعني ملي كيكونوا في الناس عندهم وثائق غير اسبانيا يعني فرنسا هذاك ما كيحمقوش راسهم كيعرفوا بعض المرات اغلبيه الناس ما كيعرفوش الاسبانيه، هو مستحيل يهضر معك شي لغه غير اسبانيه، يعني كيعرفوا الناس ما كتعرفش الاسبانيه اللي هما كيسقسيهم شي. مشكل الناس اللي كيكونوا طالعين اسبانيا دائما كيبداو يسقسيهم شي اسئله، مثلا واحد النهار سولني قال لي شاف لي الوريقات هيدا قال لي فين كتسكن، قلت له كنسكن في مالاغا، انا زعما بغى يقولبني، قال لي شمن شنو واش كتاخذ الطوبيس الكار ولا التران، قلت له لا انا دائما كناخذ الكار، قال لي شمن الكار كتاخذ، قلت له كناخذ غالبا كناخذ الضيبوس، دائما كنمشي ديريكت للشباك ديال الضيبوس كنقطع ما كنعرف حتى شي كومبانيا واحده اخرى، ديريكت نمشي للضيبوس الكار عندهم كيران زويونين نصحوني الناس بهم كنمشي بهم. راح الساعه باش حصلنا شنو قال لي، قال لي او مشي قال لي دخل راه كتسناك او تشوراس دي كامينو، زعما كتسناك 8 ساعات ديال الطريق زعما هو غيقولبني راسي. داك قلت له سي عندك الحق وكذا هذاك شي يقول لي اجي اجي لهناز فين عندك الحق، قلت له نو، قلت له الكار كيعدل جوج ساعات ماكسيموم ساعه ونص جوج ساعات، قال لي اه بيردون نسيت انا زاد لي هذا،
ودوز صافي هادشي بلعاني يعني هذيك السؤال هذيك كيدفع لك هذيك الهضيره تايدا باش يشوفك شني واش بصح واش بصح ديالك الريسيدنسيا ولا ماشي ديالك كيف يعطي لك الاسئله بحال ترامب اسئله فخ مشكل واحد النهار وقع لي معاهم ساعه كنت باش نعبر عاود من سبت انا لاسبانيا ما وقفوني حتى جزها من اخواتي ما ربطوني مزيان قال لي شوف راه عندنا مخدرات ممنوعين عندنا في دوزون في الباركو قال لي بول فابور جزاك بخير اذا عندك شي حاجه رجع سيبها انا جبرت حالي قلت له لا ما معايا حتى شي حاجه يعني ديك الطريقه اللي بغى يعمل ضحكت عليك الطريقه اللي بغى يعمل لي يعني اللي بغى يهدكني بها قال لي هو ولد الحرام يقلب عليا القفه قال لي تي في غراسيا قال لي زعما ضحكاتك هذه الهضره قلت له لا ما ضحكتنيش قال لي لا جمعي لي هنا دخلوني لواحد البيت اخواتي واحد البيت وفتشوني فتيش اخواتي فتشوني عرفتي مسف الحوايج الماليطه بدا كيهتكوا فيها ويحاولوا يفتحوا بين الماليطه يعني ديك الثوب اللي على برا والداخل فتحوا شافوا من داخل مهم قلبوني قليل وانا فتشوني فتيش في الاخر ما جبرتها شي حاجه قال لي واكل شي حاجه ياك شرب شي حاجه يعني واكل زعما داكشي ممنوعات واكل مفكر شي زعما قلت له لا ما واكل حتى شي حاجه قال لي تسنى واحد دقيقه راه ندوزو لك الراديو باش نشوفو لك شنو واكل قلت له ما كاين حتى شي مشكل الدنيا يعني نعدي معاك من الراديو هذا واحد الساعه سقسيتو قلت له دابا فهاد بي هذا اللي عندي شنو نعدل به خمسة دقائق خرج الباطو من العرب ان الناس كاملين كيعرفوها لان الباطو الطيارة تقريبا شي نص ساعة تكون في قبل ما تخرج الطيارة تكون نص ساعة حاضر تكون الطيارة نص ساعة قبل ولكن الباطو عندهم تقريبا شي ربع ساعة ولا 10 دقائق يعني إذا جيتي معطل مثلا عاد خرج في 6 ونتينا ما جينا في 6 قبل 8 ما يخليوكش تدخل يعني خصك دايما تدخل ربع ساعة قبل كنت ثلث ساعة كنظن قبل خصك تدخل بقات 5 دقائق قلت لهم دابا مشى الوقت الباطو دابا شنو نعدل دابا في هاد الحالة هذا قال لي ماشي حنا نهضر مع الباطو يتسناك قلت لهم صافي ما كاين حتى شي مشكل شد هكدا وسامي شافني هضر قلت له ديك سولت داك السؤال هيدا قال لي صافي ما حتاش نعمل لك داك بيردونا حقا راح صعب بدا ديك البوليسي بدا كيبرر لي لا حقا شحال بزاف منهم كيكونوا مع شني كيدخلوا مخدرات مع شني بدا لا قلت له عندكم هاد الشغل ديالكم باش ضروري عدلوا ما الدنيا هاني انا عندي عيش مني حقا عندك هرب ليا الباطو صافي خصني نمشي دغيا نشوف واش نتوما تقطعوا لي ولا ما عرفتش شنو نعدل بي شنو بروسيديمينتو يعني شنو نعدل دابا بي بسبب ديالكم هرب لي دابا الباطو قال لي لا كون هاني ماشي مشكل شبر التليفون عيط قال لي صافي مشي كتجري للحق الباطو ديالي جمعتك الحوايج هيداك هذا شديت الماليطه دغيا طلعت كنجري قلت والله تحرام يا شي والي عند خويا يقولوا الباطو الرابع يعني اللي واقف عندهم تما كيشوف الريسيدنسياس ورد غير الريسيدنسيا هذا قال لي زيد باس باس رابيد رابيد قال لي دغيا مشيت كنجري مع الكلور طويل هذا باش وصلت الباطو ملي وصلت جبرت ديك السيده اللي كتكون واقفه كتشوف بين الناس هذا جبرت هذا قالت لي انت لا قلت لهم انت لا اللي بقيتي مع البوليسيه قلت لا قالت لي لا دوز يعني لا دخلت جددت خوكم كان كيتسنى الباطو قد صح كتغدو قداش بقى كيتسناو بدا كيتسناه يعني واحد زعما كانت واحد التجربه اش غنقول لكم يعني كتبقى عايش تشوف بعض المرات انت ماشي لعندهم ترجيتي فيهم واحد الخير يعني بعض المرات يعاد دلوك مرمطوك ما عندك ما تعدل تاش كنكون جبرت انا الخير في بلادي ما مشيتش من بلادات الناس